المعلمة هتموت. اوعي مازن نهار اسود. كبيرة حامل؟ ايوه. عامل ايه؟ يا رب يخليه. وعادش صوتك يا عم، عامل ايه؟ ازيك وزي ابوك الله يرحمه؟ اخبارك ايه؟ تلاقيش يا معلمة، حق أميرة هيرجع واللي اتكسر لازم يتصلح. على فكرة يا معلمة، انت ظلمت سكر. اللي سرق الذهب عزيزة. عرفت منين يا واد؟ رقة حكت كل حاجة. تصدق ياض يا بلبل كان قلبي حاسس. طب أمانة عليك لو شفت البنت دي تقول لها تسامحني، دي بنت غلبانة قوي. مسامحاكي. مسامحاكي يا معلمة. حبيبتي يا أختي. احنا كلنا عيش وملح مع بعض. ده انت اللي لميتيني من الشارع. اخص عليكي يا بنت، اوعي تقولي الكلام ده. ده انت زي أختي. ربنا يستر عرضكم انتوا الاثنين. ده احنا ولايا يا بنت. مش وقت الكلام ده. يلا يا توتي نروح نجيب حق أميرة دلوقتي. يلا يا واد، ربنا معاك. ربنا يخليك يا معلم. اخبارك ايه؟ صدق وتأمن بالله. شوية معايا تليفون. بقول لك ايه؟ صدق وتأمن بالله يا ابن عمي. محدش بيسأل عليا ليه؟ يا رب يسعدك. والنبي يا ابن عمي طلب عندك كده صغيرة. نفسي ترد عليا فيه والنبي. مين معايا؟ مين معايا؟ ده شايف بني ادم جبناها حارة. جبنا اللي غلط مع بنتنا حارة. كان عيل صغير قد كده في النمر والقدس. سيكو سيكو. انا الاستاذ بس بتخش اشهر محمد عرف البلد. اكف عربيه حقيره زي دي على فكره سيديهاتكم كلكم معايا، انت فاهم؟ لم نفسك يا باسم، ادش لم نفسك. اطلع هنا. بقول لك ايه يا حاره؟ بقول لك ايه؟ طالما تصلح غلطته مع بنتنا يبقى واحد مننا. الواد اللي لسه بيتكلم كلام مظبوط. اه واللي يا حبيب الحب، وعشان خاطر المناسبه دي هغني لك اغنيه من الحته دي. والله ما عملوها. مالك يا اختي؟ فيكي ايه؟ مش فاهمه. يلا يا حبيبي. ايه ده انا؟ عركنهم يا متسجلين في حتة. تعالي تعالي هادي امشي. تعالي يا اختي يلا. خش اقعد. بص بقى يا مولانا، 100,000 جنيه مؤخر صداق. لا 100,000 جنيه كتير. انا هدفع 98,000 وهقسط 2,000 على سنه. خلاص بقى ماشي. والشقه تكتبها باسمك كمان؟ الشقه تكتبها باسمك؟ لا ما هو كده كتير، ده استغلال. ايوه يا اخوي، وتمدي وصل الامانه عشان لو قلت بقص. وعلى راي المثل يا اخويا، ان كسبك النار لطيعه وان كسبته ربيه، وانا بقى هربيك يا روح امك. بقول الغلط في الاب. ماشي. اما انت يا بلبل، عليا النعمه اللي اعمل لك فرح يهد الدنيا، اجيب لك الليسي وسعد الصغير. لا ما دي مش اشكال برضه معلمه، الواحد مش عايز يتكلم يعني. خش يا نايمه على ودانك. يا فضحتي. فضحتك ايه يا ابن الموكوس؟ اختك طلعت شغل يا هانم، ونايمه مع عزه اصدقائي في السرير. ليه؟ انت اصطبري شويه. عيب ده انا اختك يا سقطه يا لقطه. ما انا استنيت الكتير يا اختي لحد ما فاض بيا بقى. شفتي يا بنت حسام حسن لعب ماتش من غير اخوه؟ عمري. شفتي يا بنت حسام حسن درب نادي من غير اخوه؟ عمري. عمرك شفت حسام حسن اتوقف من غير اخوه؟ لا. شفت حسام حسن في من غير اخوه؟ ليه تكتبي عليا اعتزل زي ما ركضت عليه؟ عزيزه. كلامك يا ابنها. ايه؟ تعالي بقى نكمل الماتش. ماتش ايه يا ابن الموكوس؟ على فين بس يا عزيزة؟ لا خلاص، لا البلد دي مفيش حد عنده عين يقدر ويشوف. لا أنا أرجع بلدي، فيها رجالة تشرح
ويعرفوا يقدروا الست اللي زيي صح. اهدي يا عزيزة، انت مش هتسافري، انت لازم تتستري زي كل البنات. اتستر فين؟ انا عمالة اتخطط، انما اتستر دي ما شفتهاش في شكلي مش هشوفها. ايه يا عزيزة في ايه؟ انت مش روح برضو لازم تتستري. روح بس شكلي هفضل روح لحد ما روحي هتطلع. لا يا اختي لا، بقول لك ايه، تودي هيبقى جوزك غصب عنه. غصب عنه غصب عنه، بس بجد؟ طب احلف كده مفيش لقمه ولا مصحف. والله هيبقى جوزك والله. الهي تنتصف نظرك، ما بتقول اي كلام؟ لا والله ابدا. طب بقول لك حاجه، إيه؟ ما تخشش على سكر لما اخش انا عشان اضمن. ايه؟ تلاقيش عزيزه كده كده قدامي 3 ايام. عارف عشان الظروف دي. اللي هي الظروف دي ما بتجينيش ليه؟ بتجيني انا بس يا اختي. بقول لك ايه يا عزيزه؟ ايه؟ فاكره فيلم الفرح؟ ده انا حافظاه صن. طيب اللي هقول لك عليه تسمعيه وتنفذيه بالحرف الواحد. ماشي. انت دنيا سمير غانم. ايه؟ انا دنيا سمير غانم؟ وتعالى قول لي يا كبير، وتعالى قول لي، لما احط كحلتي وارش فولي وارش فولي. بك تجي كربوك. ايه؟ لازم تعمل معاها الصح. اشمعنى؟ عشان البنت دي كرباك. يا جدع دبان عليها بنت غلبانه. يا جدع غلبانه ايه؟ بقول لك البنت دي كرباك. يعني ايه؟ اما الخرابه امان؟ خش يا سميره، الخرابه امان يا بنتي.